بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى عادل. ازاي؟ كل واحد فينا اداله ميزة يتميز بيها، كل واحد فينا اداله موهبة، حتى مش على مستوى الافراد، حتى على مستوى البلاد، حتى على مستوى المدن، حتى على مستوى القرى الصغيرة. يعني ايه؟ ربنا كريم، كل واحد عنده موهبة، عنده ميزة نسبية، عنده حاجة بيتميز بيها. الشطارة ايه؟ انك تعرف فين ميزتك النسبية وتركز عليها وتستغلها وتبقى هي مصدر تفوقك مهما كنت شايفها بسيطة. هحكي لكم قصة عجيبة في الموضوع ده. مدينة في فرنسا، هي مش مدينة الحقيقة، هي قرية صغيرة. القرية دي اسمها ستراسبورغ. انا رحت القرية دي. القرية ستراسبورغ دي كانت مشكلتها ان مفيش فيها من وجهة نظر اهلها اي مميزات نسبية تخليها تدخل لهم مصدر رزق، فهي بين مجموعة قرى ما فيهاش مساحة اراضي زراعية كتيرة، فيها مجموعة جداول كده طالعة من انهار، حاجات صغيرة جدا. اهل القرية دي مش عارفين يعيشوا عيشة كويسة لان ما عندهمش مصادر رزق يعتمدوا عليها. قعدوا يدوروا فين الميزة النسبية، مش لاقيين ميزة نسبية ابدا. اكيد في ميزة نسبية، هي كل القرية اللي كان موجود فيها انها مليانة بط بط، والستات هناك، عارفين الستات زمان في بلادنا في مصر وفي الفلاحين وحتى في كتير من البلاد العربية في حاجة اسمها تصغيط البط، انك تفتح بق البطة بالعافية وتأكلها. فكانت الستات في القرية دي بيعملوا نفس الحكاية دي، اللي هم بيزغطوا البط وبعدين فجأة قرروا ان هم يدوروا على الميزة النسبية بتاعتهم. هم ما عندهمش الا ايه؟ بط كتير في الجداول في الانهار الصغيرة اللي موجودة في ستراسبورغ دي. قرروا طب ليه ما يكونش البط هو الميزة النسبية بتاعتنا؟ ازاي يعني هو البط يعمل ايه ميزة نسبية؟ عشان تتحول المدينة دي من مجرد ستات بسطاء بيزغطوا البط الى اشهر مدينة للبط في العالم. من كتر ما بيزغطوا البط، تزغيط البط بيؤدي ان بيطلعوا منتج جميل لما بيذبحوا البطة، الكبدة بتاعت البط. فالكبدة بتاعت البط في ستراسبورغ طعمها يختلف عن الكبدة في اي حتة في العالم. فانشأوا مجموعة كبيرة من المطاعم في ستراسبورغ متخصصة في النوع ده، الفواجرا او الكبد اللي هو بيطلع من البط وبيعملوه بطريقة معينة. وبدأ ينتشر في فرنسا ان احلى مكان في العالم لان هم بيعملوه بطريقة معينة وبيزغطوا البطة بطريقة معينة. فبدأت النتيجة ان يشتهر ستراسبورغ بالبط وبمطاعم البط وبالذات الكبدة بتاعت البط. وبعد شوية لقوا ان بدأت الناس تيجي، فبدأوا يعملوا، لان هما بدأوا يشتهروا بالحكاية دي، محلات بتبيع البط المجفف وكبدة البط المجففة، وبدأوا يصدروا وبدأت الناس تيجي تشتري وتاخد معاها لبلادهم. فانشأوا صناعة تانية، فبدأ يبقى في مصانع لعملية التجفيف دي وعملية البيع، وبدأ تنشأ محلات غير مطاعم الاكل بتبيع البط المجفف والكبدة المجففة. وبعد كده بدأت الناس تيجي اكتر، فبدأوا يقرروا طب ليه ما نعملش حاجة تالتة، نعمل ماكيتات للبط زي كده، سوفونيرز لما تيجي الناس لبلدنا. وبعدين قاموا عاملين تمثال كبير للبط في بلدهم بشكل جميل جدا، وبعدين قاموا عاملين متحف للبط في بلدهم تحولت الى مزار سياحي. يا جماعة، في حاجة اسمها ربنا بيدي كل واحد ميزة نسبية، وفي حاجة ان تتحول قرية صغيرة ملهاش اي اهمية على خريطة البلد لقرية لها اهمية. مدينة البط، مطاعم البط، متحف البط. يا سلام يا سلام على العقل بتاع الإنسان لما يفكر إزاي يستفيد من اللي حواليه. يا ترى احنا بنفكر كده لما؟ يا ترى كل واحد فينا يا شباب على مستواه، يا بنات على مستواها.